محافظ اسكندرية سيادة اللواء محمد الشريف أطلق اليوم الخميس إشارة بدء تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا، وذلك بوحدة طب أسرة العمراوي بمنطقة المنتزه. مديرية الشؤون الصحية باسكندرية حددت 3 مقرات للتطعيم: العطارين، المركز الإفريقي لخدمة خدمات صحة المرأة، مينا البصل، وحدة طب أسرة المفروزة دي منطقة برضو، والمنتزه وحدة طب أسرة العمراوي. دكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية قال أنه تقرر تطعيم 100 شخص فقط في اليوم الأول في كل مركز، وأشار لزيادة العدد ل 288 يوميا، حوالي 300 بكل مركز خلال الأيام المقبلة. ممكن نشوف جزء من هذا الفيديو أيضا ونرجع مع حضراتكم. النهارده احنا عندنا 3 مراكز موجودين في محافظه اسكندريه، موزعينهم على المناطق كلها، اخدين العمراوي في منطقه المنتزه، اخدين المركز صحه المراه الافريقي وده في الازاريطه، واخدين مركز المفروزه احنا اخدينه في منطقه مينا البصل. كل مكان من ده مهيئ لاستقبال 288 مواطن يوميا على فترتين عمل من 9 صباحا. 288 مواطن على مدار اليوم، على مدار اليوم من 9 ل 5 عصرا. في عندنا فريقين، يعني انا بشتغل 2 مواطن يدخلوا في نفس التوقيت، وعاملين مدخل مستقل ومخرج مستقل. عندنا نوعين من اللقاح، عندنا السينوفارم وعندنا الاسترازينيكا. الفرق الوحيد ما بين دكتور حابين بس، يعني احنا النهارده جايين ليه معالي الوزير النهارده في مركز العمراوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنبدا ونعطي اشاره البدء في اطلاق اشاره البدء لتلقي المواطنين السكندريين للقاح. احنا عندنا 2 من اللقاح زي ما بيقول السيد وكيل وزاره الصحه، وعندنا 3 مراكز بتستقبل المواطنين أو المستهدفين في هذا الأمر. اللي يهمنا جدا أن اسكندرية يمكن لها السبق وبتبدأ بدري قبل المحافظات الأخرى عشان مواطنينا في اسكندرية. التفصيلات كلها ممكن نشوفها جوه دلوقتي إن شاء الله. عندنا فريقين بيستقبلوا المرضى، طبعا المرضى المستهدفين اللي هم الامراض المزمنه وامراض الغسيل الكلوي، وايه تاني يا دكتور؟ مرضى الاورام. يمكن يا فندم الضوء النهارده ايه اللي بيتم بالظبط؟ اللي هيتم بالظبط فعليا احنا بدانا التسجيل بقالنا 3 ايام، فتحنا تسجيل في جميع مناطق تقديم الخدمه. المواطن بيسجل من خلال الخط الساخن، بتوصله رساله بقبول التسجيل بتاعه وبيوجهه على مركز من الثلاثه اللي في اسكندريه عندنا. بمجرد ما يوصل عندنا بيبدا استقباله في غرف التسجيل، بعد كده بيدخل على الغرفه التاليه وهي تهيئته والموافقة المستنيرة، بعدها بيترجع على منطقة اللقاح، بعدها بيتوقف بيدخل على منطقة متابعة وكشف، وبعدها بيغادر المكان بتاعه. بالنسبة للقاحين احنا عندنا لقاح السينوفارم بتبقى الجرعة الثانية بعد 21 يوم، بالنسبة لأسترازينيكا بيكون الجرعة بتاعته بعد 3 شهور. كمية اللقاح عندنا متوفرة الحمد لله في اسكندرية، وكان عندنا دعم واصل عندنا الساعة 2 بالليل كمان، وان شاء الله في خط مفتوح ما بيننا وما بين فاكسيرا الأمصال، استعاضة يومية لتكملة الأعداد اللي موجودة عندنا في اسكندرية. المواطن يقدر يقدم ازاي يا فندم؟ حضرتك من خلال الخط الساخن ومن عن طريق اي موبايل او اي منطقه اي مكان طبي موجود في اسكندريه، سيام مستشفى او مركز طبي او وحده صحيه او حتى الكوميسيون الطبي او المستشفيات الخاصه والوحدات الخاصه للغسيل الكلوي كمان، بيسجل فيها بمساعده، بتوصله رساله على الموبايل بتاعه بيتحدد له فيها انه تم الموافقه، وبيقول له المكان والساعه والتوقيت اللي هيروح فيه يتلقى اللقاح بتاعه. بيوصل المكان بيلاقى في نفس التوقيت اسمه مدرج وبيبدا الفريق الطبي يتعامل معاه. معلش عاوزك تحدد للمواطنين الخط الساخن اللي هو الخط الساخن بتاع وزاره الصحه ولا خط الساخن؟ الصحه. لا احنا عاوزين خط ساخن لمحافظه اسكندريه مستقل بالموضوع ده، يا اما انا هسيب الخط الساخن عندي في محافظه اسكندريه. يعني ده يهمني ان في خط ساخن لاهل اسكندريه بعيدا عن الخط الخاص بالجمهوريه كلها بتاع وزاره الصحه. ده توجيه معاليك اللي كان من يومين وانا عن سيادتك، واضفناه على خدمه الغرفه اللي بتاعت شكاوى الكورونا اللي مشكله في المحافظه فعليا. طيب احنا عاوزين بس نعلن للمواطنين ان الخط الساخن هو اللي هيستقبل الناس اللي عاوزه تتلقى اللقاح من المواطنين. ده هيبدا بعد ما نخلص المستهدفين حاليا. احنا الاطعمه التمريض بدات بالفعل والأطباء، ودلوقتي هنبدأ إطلاق إشارة البدء للمرضى وذوي الأمراض المزمنة، وبعد كده هيبدأ في المواطنين إن شاء الله. وزي ما السيد وكيل وزارة الصحة بيقول إحنا عندنا كميات اللقاح كويسة جدا، ووصلنا الساعة 2 بالليل امبارح كميات أخرى، فإحنا هنستقبل المواطنين مجرد ما نخلص المستهدفين إن شاء الله.
الحقيقه باقيه بس ان انا اقول لحضراتكم ان الاماكن اخذ اللقاح مفتوحه من 9 صباحا حتى 5 مساء طول ايام الاسبوع، مفيش اجازات.